السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا بكم هنا في مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا، بانتظار معرفة آخر المنتخبات أو الأندية المتأهلة إلى الدور القادم، إلى الدور ربع النهائي، بعدما تعرفنا على الأسماء الأخرى والتي وصلت إلى المرحلة القادمة وإلى الدور القادم. وكرة تصل إلى ليونيل في منطقة الجزاء، يتقدم، يسقط حكم المباراة من مراقبته، الإمساك به، قال من الإمكان أن نمسك بميسي، لكن ماذا نفعل بالآخرين؟ ماذا نفعل بالآخرين؟ لأنه يقول في حال أننا أردنا إيقاف ميسي فيجب غاية الروعة، في غاية الروعة، من ييستا إلى ميسي ومن ميسي إلى سواريز، أبعدت من أمامه، عادت إليه، سدد ميسي في أحضان حارس المرمى ألفاريز. ألفاريز يسيطر على كورته بالشكل المطلوب في اللقطة وفي المحاولة الماضية، وللمرة الثالثة في شونة خوزابيد في الجهة اليمنى العرضية في المنطقة القادمة، كرة فيها محاولة وهدف أول. على كثر الخطأ مسموح، يسجل، يظهر ليونيل، يضع الكرة في المرمى، قلت من لمسة ممكن يغير كل شيء، لما لا، وهو من يغير التاريخ ما بين رمشة عين وانتباهتها، يسجل وسط حضور هنا للقادم الجديد، للوافد الجد اليسرى ألفا. لا 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 فصل سي، هذه موسيقى على أنغام بيتهوفن، هي دوري مي فصل سي، هي موسيقى، هي نوت، هي معزوفة البارسا، هي معزوفة البارسا. هدف ثاني يأتي ليونيل كمان وكمان، ليونيل كمان إلى من وصلت إلى سواريز، راكي سدد الكرواتي، لكن كرة وبالمناسبة الخسارة الثلاث في بطولة الكاس، كرة بتسديدة وتصدي من ألفاريز، تصدي من ألفاريز، كرة قوية جدا تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة ركنية، بينما أسباس كرة فيها محاولة لتقليص الفارق، يلعب كرة سيليسم اللاعب لويس سواريز، وبالتالي القرار لم يكن سليم، كرة فيها محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، تسديدة خطيرة خطيرة، الكرة الماضية من سواريز لكن مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. المواجهات القادمة لبرشلونة ليست صعبة، فرصة للثالث، كرة ملعوبة، الله 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 الله، من عادات ميسي بأن يرد الدين، ميسي يرد الدين ويرد الجميل بجميل ويرد المعروف بمعروف يا ألبا، يرد المعروف بمعروف يا ألبا، الله الله الله، تمريرة جاءت من مسافة بعيدة وأسست ملكة من سواريز، أبعدت الكرة والمحاولة الماضية تعود من جديد بالخطأ، قاسية جدا، لكن سواريز لا يرحم، سواريز لا يرحم، يسجل رباعية، رباعية في شوط، خلينا نقول شيء، كرة فيها محاولة، الخامس يأتي الآن، ملعوبة في المرمى خطيرة، لكن راية موجودة والتسلل حاضرا، والكرة بعد ذلك فيها إبعاد، وراية موجودة وتسلل ولقطة من خلالها ركلة حرة غير مباشرة على يزيد مع فريق إشبيلية لمدة 7 مواسم، كرة بمحاولة، الخامس جول، راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل في اللقطة الماضية وفي صافرة النهاية، أليخاندرو هرنانديز، هرنانديز يعلن نهاية واحد من أجمل أشواط البارسا من خلالها. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني. فيرمايلن ماضية وهو من سدة، تعود إلى سواريز، إلى من الكرة الماضية،
راية وتسلل، راية وتسلل في اللقطة الماضية. إيفان راكيتيتش مرر الكرة التي تغادر البارسا. البارسا ما يعرف يبيع، يعرف يشتري بس ما يعرف يبيع، ما يعرف يسوق لاعبين بالشكل المطلوب. شوف هذا الموسم البديل أرنايز، كرة بمحاولة ملعوبة بشكل مثالي جدا. يا سلام يا سلام، تدخل في اللقطة الماضية من سيميتو، والكرة بعد ذلك إلى خارج في الجهة اليمنى، وصلت إلى سيميتو، عرضية في منطقة الجزاء. سواريز في اللقطة الماضية بعد كرة بصناعة اهتمام